السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ على خير الحمد لله. كنتمنى لا فيديو ديالتي تلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم بالضبط الطريقه ديالتي. المقادير هنا عندنا زلافه ديال الدقيق الابيض، وعندنا نص زلافه ديال الفينو ديال القمح، وعندي هنايا معلقه صغيره ديال الخماره الخبز اللي هي الخمارة الفورية، وعندي مليحة واحد كده الملحة اللي كيملح اللي ما كيملحش. المهم انا غادي ندير معلقة صغيرة، ها هي دي صافي، وغادي نجمع هادشي بمي هدافية ونديكم مزيان ونخليكم معايا. العجينة كتكون جارية شوية كما كتشوفوا هكا نتوما جارية، وكنبقى كنجمع فيها كندلك فيها 10 دقائق وانا خصني ندلك فيها. عندكم العجانه كديروها في العجانه، ما عندكمش كديروا بحالي كيما هكا. فكيف ما كتشوفوها نتوما العجينه كتجي خفيفه بزاف بهذه الطريقه هذه، كنبقى كندلك فيها حتى كتجمع. ها هي جمعت لي العجينه نتوما كيفاش كتشوفوا، شفتوا شحال رطبه وعاطيه الطوع. دابا شنو غادي نديروا؟ غادي نخليوها تخمر، نخليوها تخمر وديك الساعة نرجع لكم باش نقسمو العجينة ونقرصوه. الخبيز ديالنا هي خمرت، دابا شنو بقالنا غادي نديرو؟ غادي نقسموها من بعد ما نرشو شوية ديال الدقيق الأبيض هكا، ونقسموها. شتو شحال خفيفة؟ خفيفة بزاف. دونك دابا غادي نقسموها كيما كتشوفو هاكا. شنو غادي نديرو؟ غادي نجيبو واحد الصينية وغادي نحطوها فيها، نرشوها بشوية ديال الدقيق كيما كتشوفو هاكا. نحطو فيها الخبيز ديالنا، نبدا بأول وحده هنايا كنكتر الدقيق باش كنطلقها هكا بالدلاك كيما كتشوفو هكا، كنحصلو على واحد الدائرة كيما هكا. نتوما كل واحد كيدير القياس اللي بغا، بغيتو ديروها كبيرة ديروها، بغيتو ديروها صغيرة ديروها، كل واحد وكيدير القياس اللي بغا. أنا غادي نديرها متوسطة كيف ما هكا، هانتوما كنخليوها على شكل دائري كيما كتشوفو هكا، ونحطوها باش تخمر هانتوما كيما كتشوفو هكا. ها حنا ستفناهم هنايا، دابا غادي نغطيوهم ونخليوهم يخمروا على خاطرهم، خمروا مزيان ومن بعد نرجعو باش نطيبوهم ان شاء الله. نشوفوا الخبيز نتاعنا واش خمرات. اييه خمرات. دابا شنو ماشي نديرو؟ غادي نشعلو على المقله هذيك الثقيله ديال الوجده كيف ما كتشوفوا هكا، كنطرحوا البطبوط نتاعنا كتكون النار متوسطه هايدي، قلبتها على الوجه الاخر ففعلا كيجي بطبوط غزال فشفش رائع. هانتوما نقدرو نديرو فيه هكا دي ساندويتش مثلا، نديرو فيه ناكلوه بزبيدة وسيلة عيش لا، ففعلا رائع. هانتوما شوف تبارك الله شحال كيتنفح، وكنبقاو على هاد الطريقة هادي حتى كنساليو هاد الطبقات اللي عندنا. البطبوط نتاعنا هو جاهز، كيجي رائع خفيف. شوفو كي داير، نتوما نحل لكم هادي، شوفو كيجي محلول، شوفو كتجي الورقة مفروقة على ختها كيما كتشوفو.
ف الى عجبتكم الوصفه ما تردوش انكم ديروا جيم وتشاركوها مع الاهل والاصدقاء والاحباب وفي مواقع التواصل. والى فيديو قادم ان شاء الله.